أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا. اليوم سوف نكمل ما تبقى لنا من الجزء الأخير من التقويم التجميعي ثالثا من الوحدة السابعة من علماء المسلمين. نفتح الصفحة 144 لنقرأ مع بعض المكون. ها مستعدون؟ نبدأ. أجيب حسب المطلوب. ألف، أكون من الحروف أعلاما ثم أكتبها في الجدول. هنا عندي حروف أكون منها أعلام، علم مذكر وعلم مؤنث وعلما لمدينة، وأكتبها هنا. هيا بشكل أسرع. أحسنتم، هنا علم مذكر حامد، حامد. علم مؤنث، علم مؤنث. هيا هيا، علم مؤنث. أحسنتم، مرام، مرام. علم لمدينة يعني اسم مدينة. أحسنتم، جدة، جدة. سأترك لكم البند الثاني، أنتم سوف تكتبونه وترسلون لي صور الحلول. ننتقل إلى بند باء، بند باء أو مكون باء. هيا نقرأ سويا. أكمل الفراغات حسب المطلوب. فراغ، جيل اليوم يعترفون بفضله. ماذا يريد مني؟ يريد مني استخدام أسلوب الترجي كما تعلمنا. ما هي أداة أسلوب الترجي؟ ممتاز. لعل، لعل جيل اليوم يعترفون بفضله. اثنان، يخلو المكان من الملوثات التي تؤذي. ماذا يريد؟ كلمات تنتهي أو كلمة تنتهي بألف مقصورة. يا ترى ما الملوثات؟ من تؤذي كما تعرف الناس؟ المرضى، المرضى. ثلاثة، جابر بن حيان فراغ من عباقرة العرب. كلمة تنتهي بياء، كلمة تنتهي بياء، بياء. أحسنتم، عبقري، عبقري. أربعة، صار الرازي جراحا فراغ يسافر إليه الناس. يريد مني كلمة تحتوي مد ألف. أحسنتم، الأطباء. ننتقل إلى المكون جيم. مكون جيم، أكمل الفراغ بوضع الحرف المناسب مما بين القوسين. هناك كلمات ينقصها حرف واحد، سوف أنطق الكلمة وأنتم تضعون دائرة على الحرف المناسب. الحاضرين، الحاضرين. أحسنتم، ضاء، بارك الله فيكم. اثنين، تؤثر، تؤثر. هنا تؤثر، أين أضع الهمزة، على ألف أم على واو أم على نبرة؟ كما تعرفنا الهمزة في وسط الكلمة يحكمها الحركات. قلنا ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها ونرى من الأقوى حتى نأخذ منها الحرف المناسب لنضع الهمزة عليه. تؤثر، حركة ما قبل الهمزة ضمة وحركة الهمزة الفتحة، من أقوى، فتحة أم ضمة؟ ضمة. أحسنتم، الضمة ينزل الواو، إذن تؤثر الواو. هنا علماء، علماء. ما هو الحرف المناسب من هذه؟ هل هي ألف قائمة أم ألف ممدودة أم ألف مقصورة؟ نعم، ألف ممدودة، بارك الله فيكم. نأتي إلى مرضى، مرضى. ما هو الحرف المناسب؟ هل هو ياء أم ألف مقصورة أم ألف ممدودة؟ أحسنتم، ألف مقصورة، مرضى. نأتي إلى هنا الرياضيات، الرياضيات. هل هي راء شدة مع فتحة أم شدة مع كسرة أم كسرة فقط؟
أحسنتم، شدة مع كسرة إذن الثانية. الحيوانات، هل هي تاء مفتوحة أم تاء مربوطة أم هاء؟ أحسنتم، لأنها جمع فهي تنتهي بتاء، وهي لا ننطقها سوى تاء، سواء وضعنا السكون أو حركة فهي تاء. حيوانات، حيوانات. نأتي إلى هنا، نسخة، نسخة. هل هي هاء أم تاء مفتوحة أم تاء مربوطة؟ نسخة، نسخة، لها صوتان. نعم أحسنتم، فهي تاء مربوطة. الأخيرة، نبغوا، نبغوا. أنا أتحدث عن علماء نبغوا، أي أبدعوا وتطوروا. قلت لكم إذا كان هناك فعل يتحدث عن مجموعة ذكور لابد أن ينتهي بواو، ماذا أسميها؟ واو جمع، وهي واو وألف. أحسنتم، إذا نبغوا. شكرا. ننتقل إلى المكون الأخير، دال. أحذف الكلمات التي لا يغير حذفها المعنى ثم أعيد كتابة الفقرة هنا في هذه الأسطر. عاش الطبيب الرازي زمنا طويلا وقد حفظ لنا التاريخ سيرته الحافلة وجهوده البارزة في خدمة الطب، لعل أطباء المسلمين رجالا ونساء يقدرون جهده المتميز ويعترفون بفضله العظيم. سوف فقط أكمل، أحل معكم الجملة الأولى وأنتم تكملون ما تبقى في الجمل وترسلونها لي على الصفحة المخصصة لتواصلنا. عاش الطبيب الرازي زمنا طويلا، برأيكم ما هي الجملة التي إذا حذفتها هنا في هذه الجملة لا يختل؟ أحسنتم، طويلا، أقول عاش الرازي زمنا. أيضا وقد حفظ لنا التاريخ سيرته الحافلة وجهوده البارزة في خدمة الطب. أحسنتم، ممكن أستغني عن سيرته الحافلة، هنا أستغني عن كلمة البارزة، البارزة، أكتفي بأن أقول سيرته الحافلة وجهوده في خدمة الطب. الآن أنتم أكملوا ما تبقى وفي انتظار رسائلكم. شكرا لحسن استماعكم وإصغائكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.